احتضنت قاعة المحاضرات بثانوية الشهيد حمدان العيد بن مازوس الدكاترة والمحاضرون الوافدون لهذا الملتقى من عدة ولايات من الوطن بمداخلات تمحورت في الدراسة الجغرافية والديمغرافية للبلدية. وحاولنا أن نتناول تصورات الكتاب الذين كتبوا عن التوسنة. وأقول إلى جماعة جمعية الأصالة، لقد ضربتم المثل في حب الأوطان وحب البلدات وحب الولايات، وينطبق عليكم قول الشاعر الذي قال: حب العادات ومن تقاليد ومن تاريخ زاهر له دلالاته، له أبعاده، له قيمه، له أهدافه المستقبلية إن شاء الله. اهتمام الشباب في هذا المجال بطبيعة الحال هو من بين الأهداف التي كانت الجزائر دائما تبحث عنها.